شوي. انت لازم تفوت على السجن مثل ما فوتني. ما راح يشفي غريبي اني خربطك وشك، بس انت لازم تفوت مثل ما فوتني. انا مالي علاقه ولك، مالي علاقه. كذاب، ما حدا خبر النقيب عني اني هربان من مناوبه غيره. يا ناصر، ناصر صدقني انا شافوك طالع من المكتب وبعد طلعت بساعه، وطلع النقيب واخذ التفقد سال عني بالاسم. بعدين خليك رجال، بده يمشي بالدوره مثل الطاووس ويعمل حاله داسوس لانه مدعوم. لازم يكون رجال للاخر. يا مرا، ماني مرا ولك. يا ناصر اقسم لك بالله، لك لا تحلف ولك. اليوم رح تغيب عن اجتماع بالمصر ورح تضل مربوط هون مثل الخروف لبكره مثل هلا. ويا ويلك بس ترجع تحكي اي حرف، لانه اذا ما حكيت رح تكون وحده بوحده ورح نضل اصحاب، واذا حكيت رح يصير شيء ما بتتخيله. روح ناصر. ناصر شو عم تعمل؟ انت عرفان شو عم تعمل ناصر؟ ناصر رح تضل اليوم مربوط هون بالمستودع، ويا ويلك يطلع منك صوت. يا ويلك، لانه وحياة شواربي، وحياة شواربي رح اعمل لك فيلم بحياتك ما شفته. فصيلة الأولى كاملة سيد العميد. فصيلة الثانية كاملة سيد العميد. فصيلة الثالثة غياب واحد غير مبرر سيد العميد. فصيلة الرابعة كاملة سيد العميد. فصيلة الخامسة كاملة سيد العميد. وينه شوهد؟ شو بعرفني؟ العمى سجلوه غياب غير مشروع، يعني هلق بحطوه بالسجن. سيدي جواد مدعوم وما بيخاف عليه، بس إن شاء الله ما يكون صاير معه شيء. أبو عبادة بدي منك هالخدمة. لك شو بدك؟ سيك خود قد ما بدك. نحن بنحب نخدم ببلاش. أمور بدي توصل لي هالرسالة، العنوان قلب الورقة. تكرم عينك. وما قال لك شو بده؟ لا والله عطاني عنوان وترجاني اجيب لك اياه. قل له ماني متفضاي. قال لي اذا ما رضيت الها بس خمس دقائق كرمال النبي، صار له ثلاث سنين عم يحاول وانت ما عم تقبلي. والله ابي استاهل، سرقني. بعرف بعرف، بس هيك قال لي. وانت ما بتعرف شو بده؟ لا والله ما رضي لي. طيب بكره بروح لعنده. ماشي راح اخبره. السلام عليكم. يخرب بيته ابي مين؟ مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. شو قالت رفعت هالرافعة؟ ايه والله عندك مانع؟ لا تؤاخذنا، منيح المال مالك للسبت. شواب؟ لك شواب؟ وين كنت؟ شواب؟ لك شو حالك؟ سجلوك غياب. ولك ما قل لك سجلوك غياب غير مشروع، يعني بدك تفوت على السجن. شو حالك؟ شو صاير معه؟ يا سيدي الزلمة ما قصر معنا بنوب، حتى ولو فتنا على السجن من شانه مو مشكلة. يا أخي إذا جابوا لنا 20 يوم أو 16 بتأخر تسريحنا. لك يا أخي شو بدك أنت، ليش خايف؟ هو قال لي إذا أجت شي عقوبة بشيلها. يا جماعة أنا قلبي مو مطمن اليوم، أنا خايف. لك يا حاج بقى خوف أنت وياه، الزلمة وعدنا وبدنا نوفي بوعدنا. يلا قوموا توكلوا على الله. قوموا يلا. يلا.
قوم سيادة النقيب بده اياك هلا؟ ايه هلا. سيدي ما عندي مشكلة يا زلمي هلق ما وقت نعلق مع حدي هو اللي بلش أنا أبي مني من بلش لك تحلق له شوارب وشو نحن وين قاعدين بشيكاغو لك أنا يخصفوني ويربطوني مثل الخروف والله لا أسلخ جلده والله عزمتي وديني رح تكبر إذا طلعت برقية سجن ما في مشكلة أما إذا ما طلعت برقية سجن وبدها تكبر والله بدك تحكي لي مع أبو نزار حول ولا قوة إلا بالله مشان الله عمور قصة ما حتمرق ببرقية ناصر ما يصرخ وعيط يعني أكيد القصة رح يصير فيها تحقيق هلأ إذا كبرت أحكي مع أبو نزار لسه بترجع بتقلي أبو نزار حبيبي أنت حبيبي أبتر حل البوسي أمشي هلأ أمشي رح تكونوا مع بعض بالسجن وإن شاء الله أسمع صوت واحد منكم والله لا أستخجلكم لننطر مدير الكلية شو راح يقرر إذا كنتوا رجال تضاربوا جوا بعدين بعرفكم يا حلوين من النقيب يوسف ما عاد فينا ننام شو بدي أقول لك يا ناصر ناصر هل أنت أكلت 16 وأنا فكلي رح أكل 16 بأفرطه أحسن ما تكبر وشواربي شواربك بضاعة مخلوفة 4-5 أيام وبيطلعوا أنا بعرف إنه أنت زلمة بتحسبها منيح وبتفهم بقى خلينا نفرطها مثل ما عمل لك ما لازم نكون أعداء اسمع لك ناصر هلأ بس يطلبنا مدير الكلية من له انه نحن تخانقنا مشان شغله هيك ناكته بطانيه انت بتطلع وانا باكل 16 مشان غيابي الغير مبرر امبارح وهي بوسه من الشوارب لا تزعل عليهم ولا تزعل عليهم يطلعوا اهم شيء لا أنا دخل واسطتي ولا أنت تدخل واسطتك خليهم شغلات أكبر ماشي جواد منيح علينا المشكلة هيك كان فيها شرطة عسكرية وبهدلة بعدين أنا جيت لهون لحتى أقول لك إنه الرجال فعلاً ما لازم يكونوا أعداء لازمك شي؟ أي هيثم بدياك تنزل لي إجازة حرام اعتبره صار بالبيت تكرم عينك علي أنا كتير بحبك أنا كمان بحبك لك معقولة هيك يا خلص لي بالله مني ما صدق كل شي ممكن يخلص بس ليكي أنا صحيح ضايقت أول ما جيتي بس هلق كتير مبسوط صار لي ذكريات معك بالشام
هلق بدينك كنت تتوقع انه هيك يصير لك ذكريات معي هون؟ بحياة عمري ما كنت بتوقع. يلا صار لازم تطلعي على الباص، واي شيء يصير معك بتخبريني فورا او بتحكي معي تليفون. ماشي ماشي، توصلي بالسلامة. رغم كل اللي صار اشتقت لك، بس مع الأسف انتهى كل شيء. كيفك جواب؟ قيلي سامحي. لك شو بك شو حالك؟ جايين تنزورك، يعني بتستقبلنا؟ ليك جواب، القصة كثير صغيرة، وهيثم ما قصده ما يزورك بالسجن، والزلمة ما له ناكل معروفة، وجايين تنصفي القلوب، وبكرة عازمنا على الغداء. جواب، بكرة الخميس مننزل ونتغدى على حساب. وشو قلت؟ ولك يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم، نزلناك إجازة وحكينا مع الدنيا كلياتها مشانك واستخسرت فينا زيارة بالسجن؟ يا اخي والله ما كنت انا بتخيل انك رح تزعل هيك. بعدين انت بتعرف انه انا ما بسترجي امرأة من قدام السجن. لك يا اخي انا جبان ماشي، وهي عم تعرف قدام العالم كله هالشي. بسيطة، مع انه كنت ناوي لك على خلصنا جواب، خلصنا بقى بلا تنقيراتك. الزلمة جاي ما يصالحك. ماشي، وين عازمناه؟ وين ما بدك. لنشوف. انا سويت حرفتي. ويا سيدي بعد الغداء بدي اعرفك على صبية بتاخد العقل. رفيقتك؟ يعني فيك تعتبر رفيقتي. حلوة؟ عمار عمور؟ انا كم مرة قلت لك انه هيثم ابن حلال وما بيهون علي فيه؟ لك هذا واحد جدع وقبضاي. عاش يا بجود. احلى هيثم. ليش منك مرتب تختك؟ نحن باستراحة سيدي. هيك لك عم. رتب تختك بسرعة. حامل أم حصون ما بيلين ليلك رمح والهد هدي سكين. وين الصبح وين الإفل مع مين؟ كبر الجرح تعبان يا هل حد العمر مجبور على المشوار، والأرض المليانة صخر والحيل شو غدار. كرمك ضيع نقود والريح مجروحة، يمكن عصوت العود ترندح جروحها.
يمكن تجي الوعود عالدرب. الله يعين تعبان يا هالطير.